وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من غازي عنتاب التركية المحللة العسكرية العقيد فايز الأسمر. أهلا بك سيادة العقيد. بداية، ما أبعاد تسليم مجلس منبج العسكري للقرى إلى قوات النظام من الناحية الاستراتيجية؟ مساء الخير لك وللمشاهدين. أخي الكريم، لم يعد خفيا على أحد العلاقة المشبوهة والزواج غير الشرعي ما بين النظام وميليشياته وما بين ما يسمون أنفسهم وحدات حماية الشعب للأسف، والتي أظهرت عداءها للثورة ومنذ تشكيلها تماما. يعني تسليم تلك القرى لم تكن فاتحة يعني بداية، فقبلها سلمت قرى كثيرة في الريف الشمالي، الرفعة وماير ومعرسة الخان ومنغ وتلجبين وحرتتين ومدرسة المشاة بالأمس القريب. يعني للأسف هذول طيب. بعد شعورهم بالخطر يعني نعم، معك عقيد فايز، أعتذر منك طبعا للمقاطعة، وما قلته يعني تتحدث عن أن هذه هي ليست المرة الأولى، ولكن هذه المرة يعني ما الأبعاد التي ستكون أو ما التداعيات لتسليم هذه المناطق من قبل قوات سوريا الديمقراطية؟ أخي التداعيات معروفة، يعني للأسف هم صنوان والنظام. يعني الأمر مفروغ منه، إحنا قبل من لحظة سقوط مدينة البابيد درع الفرات قلنا أنهم سيسلمون منبج البيدة، سيسلم منبج لقوات النظام، وهذا يعني متوقعينه تماما. يعني ما أجا مفاجئ بالنسبة إلي أقلها. يعني أنا أعرف كنت أنه هالأمر هذا ما راح يتم، وبدهم يعملوا حجاب حاجز ما بين القوات التركية وما بين البيدة من أجل عدم المتابعة باتجاه مدينة منبج والمنطقة الآمنة التي أرادها الأتراك أن تضم من جرابلس إلى عزاز وتضم كلا من الباب ومنبج، وهي بمساحة 4 إلى 5 آلاف كيلومتر. يعني للأسف هذه القوات، يعني احنا لاحظنا أنه بيسموا القوات التركية التي قدمت العون للشعب السوري قوات محتلة، يعني هدول علاكين. يعني مع احترامي، يعني شو بنسمي لكان احنا بنسمي القوات الأمريكية اللي جاية من آلاف الكيلومترات وأعطوها مطار الميلان وأعطوها قاعدة في عن عرب، هدول شو بيسموهم؟ هدول لأنه عم يساعدوهم ما بيسلوهم يسموهم محتلين. أما الأتراك لأنهم يساعدون الشعب السوري طيب تماما، يعني أصبحوا محتلين. يبدو أن هنالك نعم هنالك مصالح، وربما بين تركيا وبين هذه الوحدات، يعني كما يقال يعني هكذا تنظر هذه الوحدات بالضبط بهذا الشكل. طيب، أنت يعني تحدثت وأبرزت نقطة هامة، وهي أنه سيتم قطع الطريق وستنجح بالفعل قوات سوريا الديمقراطية، وهذا هو هدفها. طيب، هل هنالك خطط بديلة من الجيش الحر أمام هذا أمام قطع الطريق الآن؟ نعم تمام. بتصوري انه الاتراك اجتمعوا منذ فتره مع الامريكيين في قاعده انجرليك واعطوا خطتين للدخول الى مدينه الرقة شريطه عدم اشراك البيدي فيها، وهذا اتصور ان الامر صعب جدا لانه امريكا متمسكه بالبيدي كشريك استراتيجي في مكافحه الارهاب، واتصور انه امريكا لم يخرج من عباءتها هذا التسليم وهي راضيه بهذا التسليم لقوات النظام هذه القرى. واذا الان اتصور حتى في المستقبل القريب النظام اقرب ان يلتقي مع قوات البيدي على الضفه الشرقيه لنهر الفرات، لانه الان يتجه الى مدينه الخفسي على الضفه الغربيه لنهر الفرات من اجل استعادتها من داعش، ومن ثم متابعه هجومه باتجاه الجنوب وصولا الى مسكنه والطبقه. أيوة. اتصور انهم اصبحوا الان اقرب الى الرقه من اي قوه ثانيه. النظام وقوات البيدي هم الان وفي اتفاق اتصور موجود بيناتهم انهم يهجموا على الرقه ويحرروها من داعش من أجل إجهاض الثورة السورية أو الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأرض. ولاحظت أنت الاجتماعات بجنيف أو غيرها عم يأخروها الروس وكذا مشان يحطوا الثوار تحت أمر واقع، وهو استعادة أكبر كم من الأراضي السورية. هنا برأيك كيف سيكون الرد التركي بعد تغيير خارطة السيطرة؟ يعني وأنت تحدثت عن الولايات المتحدة الأمريكية وعلاقتها بالوحدات الكردية، هل ربما تعود إلى قاعدة أنجرليك التركية وتضغط من هذا الجانب؟
بتصوري أنه الأتراك الآن سلاحهم ضعيف، يعني إلا التصريحات، يعني الآن تتلاعب قوتين بالمنطقة اللي هو القوة الروسية والقوة الأمريكية. يعني الآن أي تصعيد عسكري باتجاه قوات النظام اللي سلمت الحجاب الحاجز أو نسميها هذا قوس الناري ما بين القوات البيضاء وما بين الجيش التركي له ثمن كبير. يعني أنت لاحظت أنه سياسيا دخلت تركيا بموافقة الروس، يعني على من أجل إقامة المنطقة الآمنة ومنع أي اصطدام مع قوات النظام. الأمور حطتها الآن، واليوم لاحظت أنا بعدة اجتماعات ومتابعات أنه العالم بلشت تقول طيب أنتوا للنظام ليش ما بتهاجموا النظام، صرتوا على توازن أنتوا والنظام، يعني لقوات درع الفرات فانتوا بتكون الجهد، وليش الجهاد فقط ضد البيضاء ولا الجهاد ضد طلع الكلب هذا حسام عواق العميد بقوات البيضاء للاسف نذر نفسه لخدمه البيضاء فقال هالكلام. طيب. يعني الامور أوكي. الان تتجه الى المجهول، وايضا لا تستطيع كمان بالقوه اخراج البيضاء بتصوري الى شرق الفرات نظرا لان الامريكان شكرا لك نعم وصلت اقل ما يمكن انه في الفتره الحاليه يعني. نعم شكرا لك، وصلت الفكره بشكل كامل من غازي عنتابة التركية المحلل العسكري العقيد فايز الاسمر، شكرا جزيلا لك.